اسمحوا لي ارحب باستاذ صلاح الهلالي رئيس مجلس اداره شركه صروح للتشييد والبناء. استاذ صلاح مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. يعني بوث رائع جدا وزي ما حضرتك شايف حضور بشكل كبير جدا، بس حابين نعرف من حضرتك تفاصيل اكتر عن شركه صروح للتشييد والبناء وكمان حجم الاستثمارات لان ده بيهم اكيد اي عميل. الحمد لله شركه صروح شركه واعده لسه عمرها مش كتير في السوق العقاري، لكن الحمد لله كأنها منذ يعني 100 سنة بسبب ان وراها تاريخ كبير جدا للمطورين العقاريين اللي هم أسسوا شركة صروح، مجموعة منتقاة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى من أحسن الناس اللي اشتغلوا في العقار في مصر، وده كان سبب قوي جدا جدا لنجاح شركة صروح وزورها في الوقت القصير اللي احنا بنتكلم عنه ده. هو ده السؤال اللي انا عايز اعرف اجابته من حضرتك. فتره قصيره جدا ولكن حجم مبيعات رائع، فخلينا نعرف السر ورا ده يا استاذ صلاح. السر توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا هو الفضل له والمنه له وحده سبحانه وتعالى، ثم ان في ورا شركه صروح فريق عمل قوي جدا جدا، هيكل اداري قوي جدا متكامل، كل الادارات تم اختيارها بعنايه شديده جدا، اعلى طبعا مستوى اداري على مستوى مصر، وده كان سبب في نجاح صروح من اللحظه الاولى يعني الحمد لله. خليني اسال حضرتك عن فكره ان المشروعات المقدمه من صروح هي كلها في العاصمه الاداريه حتى هذه اللحظه، ربما في المستقبل طبعا وده برضو سؤال هيكون موجه لحضرتك هيبقى في مشروعات خارج العاصمه، لكن ليه البدايه مع العاصمه الاداريه؟ والله أنا أقول لحضرتك العاصمة الإدارية مشروع قومي الدولة بترعاه بنفسها، والسيد رئيس الجمهورية هو حريص جدا جدا على نجاح هذا المشروع، فإحنا كان لابد يبقى لنا مكان في العاصمة الإدارية من خلال تواجدنا في مشروع انتراضة العاصمة الإدارية، فده كان سبب مهم جدا جدا يعني وراء صروح وتواجدنا في المشروع القومي لجمهورية مصر العربية. عايز أسأل حضرتك هل بعض العملاء بيجوا يسألوا عن العاصمة الإدارية قبل ما بيسألوا عن المشروع الخاص بالشركة؟ لأن في ناس عندها علامات استفهام، هل العاصمة الإدارية هيبقى فيها تنقلات بسهولة، هيبقى فيها مرافق، يعني هل ده برضو حضراتكم كشركة بتشرحوه وبتبسطوه للناس لما بيبقوا عايزين يشتروا؟ هي الناس وهي جاية أصلا صروح جاية على العاصمة الإدارية، وبعدين الناس دلوقتي بقت فاهمة جدا جدا وبتعمل سيرش قوي قبل ما بتختار المكان وتختار الشركة، يعني طالما هم جايين لصروح هم سألين عليها كويس جدا وعارفين ان صروح من احسن الشركات الموجودة النهاردة في السوق العقاري، موقع انترادة من احسن المواقع الموجودة في العاصمة الادارية، فاكيد هم جايين سألين على العاصمة الادارية، فضلا عن ان كل البياعين عندنا بيركزوا على شرح العاصمة نفسها والخدمات اللي فيها وإزاي كل واحد هيسكن أو يقطن في العاصمة الإدارية هيجد متنفس ورفاهية وكل الإمكانيات اللي عايزها له والأسرته هيلاقيها إن شاء الله في العاصمة الإدارية، وده اللي بتأكد عليه الدولة من اللحظة الأولى يعني الحمد لله. أستاذ صلاح في ريزيدنشال أو سكني وفي تجاري، خليني أعرف من حضرتك برضو تفاصيل أكتر، وهل التجاري بس تمليك أم إيجار؟ هو مساحة المشروع عندنا 72 فدان، عدد الوحدات السكنية تقريبا 3000 وحدة سكنية، وطبعا المشروع التجاري هو واخد واجهة الأرض كلها على مساحة واجهة تزيد عن 700 متر، وده تميز مش موجود في أغلب المشروعات الموجودة في العاصمة الإدارية. كمان الواجهة الرئيسية بتاع المشروع التجاري ده مقابل مدينة الإكسبو، مدينة المعارض الدولية، وده ميزة الحمد لله مش موجودة كمان في أغلب المشروعات الموجودة في العاصمة الإدارية، فموقع متميز، التجاري طبعا متميز جدا جدا، ولذلك من اللحظة الأولى الحمد لله بفضل الله في إقبال شديد جدا جدا على المشروع التجاري عندنا في صروح، يعني خاص بالتمليك هنا بنتكلم على التجاري. احنا الحمد لله بنبيع تمليك وليس إيجار، والحمد لله وجدنا إقبال على ان الناس فعلا حريصين ان هم يتملكوا في انتراضة التجاري في العاصمة الإدارية في شركة صروح. يعني لو دلوقتي برضو حضرتك بتقول كلمة لبعض العملاء اللي عايزين يفكروا بين صروح وشركة أخرى، إيه اللي بيميز صروح علشان برضو الصورة تبقى واضحة للعملاء؟
أنا بوجه كلمتي لكل الناس اللي عايزين يشرفونا ويبقوا شركاء النجاح في شركة صروح، أنتوا هتسألوا هتدورهم وإن شاء الله هتلاقوا صروح من أحسن الشركات الموجودة في العاصمة الإدارية، مصداقية، تاريخ طويل جدا جدا، ثقة في التعامل، سرعة في الالتزام في مواعيد التسليم واستلام المشروع. إن شاء الله بنعيدكم من هذا المنبر إن احنا نكون تحت حسن ظنكم وظن جميع المستثمرين معانا في شركة صروح. أشكرك أستاذ صلاح وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا لك. أهلا وسهلا فندم، وأشكركم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.